مساكم الله بالخير وحياكم في ورقتنا الرابعة الثانية عن الاستثمار السياحي. السياحة في كثير من الدول تعتبر مصدر دخل قومي هام، لا والبعض منها تعتبر الأول والأكبر في الناتج المحلي. لذا المملكة العربية السعودية من خلال رؤيتها 2030 خلت هذا القطاع هدف استراتيجي ورئيسي بالنسبة لها، وشرعت منظومة مؤسساتية سياحية كاملة للنهوض بهذا القطاع، وطلبت من هذه المنظومة أن تزيد في الناتج المحلي بمقدار 10%، وطلبت أيضاً 100 مليون زائر سنوياً في حلول 2030، 55 مليون منها زائر من خارج المملكة و45 مليون زائر من داخل المملكة، وطلبت بعد 1 مليون فرصة وظيفية في هذا القطاع. طبعاً الوصول لهذه الأرقام ما هو بالسهولة اللي احنا متخيلينها، والطريق ما هو مفروش ورد لهذا القطاع للوصول لهذه الأرقام. في تحديات، في صعوبات، في مشاكل تواجههم لابد أن يتجاوزونها للحصول على هذه الأرقام. في برنامج ورقة رابحة سوف نستعرض لكم بعض هذه التحديات من وجهة نظر البرنامج وفريق البرنامج، وأيضاً يمكن نطرح لكم بعض الحلول لتجاوز هذه التحديات. خلونا نشوف. أول تحدي وأهم تحدي أنا أراه مدى وعينا وحفاظنا على مقدرات هذا الوطن. أي سياحة وش تقوم عليه؟ على طبيعة أو تراث والخدمات اللي مقدمة معها. البعض من الله يهديه يحاول يعبث بأي شيء وهم قليل لله الحمد. يعني إذا لقيت لك شجرة لا تقطعها وتحرقها، وإذا لقيت لك مكان واستمتعت فيه وجلست فيه لا تعبث فيه وتخلي مخلفاتك فيه، وإذا لقيت أثر لا تطمسه أو تحرقه أو تبخبخ فيه بكاسو اتركه. يلا ذكرتوني بذولاك اللي كانوا يطمسون النقوش ويكسرون الآثار ويبنون شركيات، الحمد لله افتكينا منها. حرق الأشجار، حرق المنتزهات، رمي المخلفات الله يكرمكم، العبث بالأثر سواء حصون قديمة، آثار قديمة موجودة في أودية، حتى لو إنه ما عنده أحد لازم نحافظ عليها، لأن يوم الأيام هتستثمرها الدولة لنا. العبث على قولتك التعدي على الأشياء هذه للأسف ظاهرة غير صحية، وشفناها مظاهر كثيرة ودرسوها وجابوا لها البحاث من جميع الأشياء، يعني ما هي مقبولة، بس لنا نحن دور فيها في عدم التوعية، وخصوصا أننا أحط حمل كبير على التعليم، يعني ما في التوعية بالمحافظة وكمان القوانين. هي ما نعمم ولكن موجودة المشكلة، المجتمع المحلي لازم يكون عنده الوعي الكافي لهذه المقدرات سواء طبيعية أو ترفيهية أو سياحية أو تاريخية أو تراثية، هذا مهم جدا. يعني الشجرة هذه في حياة السياحة تلعب دور مهم في المناطق الجبلية ومناطق الطبيعية. الأثر السياحي مهم جدا، وأي شيء في من حولنا هذا تاريخنا، هذا بعدنا، هذا أبائنا وأجدادنا تركوها لنا اللي نقدمها للعالم. دول كثيرة عاشت على تراث أبائها وأجدادها وقدمتها للعالم وصارت تجذب العالم لها. نحن في رؤية وطن نستثمر قدراتنا، نستثمر تاريخنا، نستثمر آثارنا، نستثمر كل شيء حولنا ونقدمه للعالم. لابد نحافظ عليه، لابد ان المجتمع يساهم في الحفاظ عليه، لابد ان نتعاون كلنا للحفاظ على ما حولنا ونقدمه ونقتنع ان بلد سياحي لدينا الكثير. الحفاظ على مقدراتنا الثقافية والحضارية والتاريخية والأثرية تتطلب وجود أنظمة واضحة، ضبط ورقابة، ما نستنى البعدين، لازم أول بأول، وكفاية العبث اللي صار والإهمال اللي صار بالبيئة. يعني احنا شايفين الآن مبادرة سمو ولي العهد على الرياض الخضراء والأشياء دي كلها قديش هتاخذ منا جهود وأموال طائلة، لازم يعني أتوقع أنه لو تداركنا كمان وحافظنا على المقدرات الأخرى وهي مكتسبات حافظها عليها الآباء والأجداد، دورنا اليوم نصونها ونكون يعني رعاة لها. التحدي الثاني يواجه المستثمرين أنفسهم، يعني لابد يكون عندهم ابتكار وإبداع وتجديد لكل شيء. ملينا من فكرة أنه يجي مبنى ويحط فيها غرفتين وصالة، ولا غرفة وصالة، لا وتطل على صناعية ولا تطل على مقبرة. في الحين في المباني الريفية، في الأكواخ، في أكثر من فكرة
يعني لو نروح صندوق الاستثمارات ونشوف الأفكار اللي قدموها والمشاريع عندهم ابتكار بشكل كبير جدا، أو نروح خارج المملكة ونقلد الناس عادي، ما هو بعيب إن نقلد الناس ونجيب شيء جديد، لابد نجدد ونطور ونبتكر. المستثمرين إذا دخلوا كاستثمار سياحي يحتاجوا إنهم يعملوا دراسة على السوق، إنهم يشوفوا المناطق الإدارية اللي في المملكة، يشوفوا المواقع اللي هي فعلت أصلاً في السياحة، يروح يزورها يشيك عليها من ناحية المواصلات، من ناحية السكن، من ناحية ما يتميز فيه أهالي المنطقة هناك. إذا في مناطق متميزة بالبن، متميزة بالزراعة أو بالبيئة الزراعية أو حتى بمناطق طبيعية، أو يكون في معلم المعالم السياحية اللي دخلت اليونسكو أو إنها فعالة فعلاً. في مناطق عندنا لو راح زارها هتعطي له أفكار جديدة، وهو ممكن يشوف منطقة ويحس فيه إنه هو ممكن يشتغل فيها ويستثمر أكثر. زي ما يقولون رأس المال جبان والناس حريصة، ومع حق تصير حريصة. الآن التوجه على الاستثمار في الإيواء في قطاع الأغذية، هذه القطاعين اللي يعني مبينة واضحة نتائجها وأرباحها مباشرة. اللوجستيك والخدمات التشغيلية الحقيقة فيها جهود كبيرة، مردودها المالي أقل، فتلاقي الإقبال عليه أقل. وزارة السياحة تقريبا إلى 2023 حتكون في مبالغ ضختها للاستثمار السياحي كاستثمارات سياحية تقريبا 220 مليار ريال. في نهاية 2030 حيكون في 500 مليار ريال مهيئة للاستثمار السياحي. يعني على كل المستثمرين انهم يستفيدوا من هذه، يبداوا يبتكروا اللي احنا تكلمنا عنه، يبداوا للابتكار ويبداوا يحطوا برامج عشان استقطاب هذه الاموال. عندنا فئه الاربع نجوم او بعض فنادق الخمس نجوم، ما كنا خمس نجوم وما توصل مرحله خمس نجوم. تحدي يواجه المستثمرين انفسهم ايضا. الدوله لله الحمد شرعت لنا منظومه سياحيه ضخمه بقياده وزاره السياحه، طبعا بجناحيها هيئة السياحة وصندوق السياحي، وأيضا في هيئة الترفيه، في وزارة الثقافة، فيها عدة هيئات منها هيئة الآثار. هذه منظومة ضخمة وفيها تقاطعات، فالمستثمر يواجه مشكلة في هذه التقاطعات. بعض المرات المهام بالنسبة له ما هي واضحة، والمن يتوجه بالضبط والملف المن يقدمه أو وين يأخذ هذه الخدمة. التشكيل الجديد اللي صار لوزارة الثقافة والهيئات الرائعة اللي طلعت وانبثقت منها، هيئة التراث، هيئة الطهي، هيئة الموسيقى، كل هذه الهيئات الحقيقة بدأت تضع الملامح والخطوط، وهذا شيء جيد وإيجابي جدا صراحة. لكن ما زال غير يعني منتظم يعني المعلومات، الأجندة العمل حقتهم ما هي واضحة. هذه تشكلنا مشكلة، لأنه كيف نوصل لها بسرعة كمستثمرين؟ لأن يعني راح تصيبك بالإعياء، أنت تتركها للصدفة السعيدة، ما يصير. انت بتقدم برامج وناس تسالك، هي راح تجيك بعد 6 شهور او بعد 4 شهور ما انت لاقي الجواب. لما تروح لعندهم لسه هم يلموا ويرتبوا اوراقهم ويرتبوا امورهم ويرتبوا بيتهم الداخلي. فانا اتوقع انه يعني ما نكون مجحفين، احنا في مرحله تغير، تغير كبير جدا، واقدر هذا الشيء. انا لي 12 سنه اشتغل في المجال وشفت كيف الجهود اللي بذلوها في التاسيس، واليوم في التغيرات مع بناء على الرؤيه. فأتوقع إحنا لازم نكون شوي يعني حليمين صبورين، وأكيد يتحسن، بس لازم يحطوا ببالهم ما يتأخروا ويكونوا واضحين وشفافين، وعلى قدر من تقديم المعلومة بشكل جيد وسهل زي ما شفناها قدمتها يعني نظام إبشر، نظام رائع جدا، على طول تلقى معلوماتك متسلسلة. أنا أتوقع هذه ما هي يعني إشكالية عند قطاع الثقافة والسياحة وباقي المناحي، سواء الفعاليات والباقي الأخرى. في تقاطعات كثيرة، منها مثلا إحنا كمستثمرين سياحيين كنا نتبع في تراخيص مثلا وزارة السياحة الآن، وكنا لما نروح متاحف البرنامج متكامل، متحف الدرعية، أي مكان، إذا كنا بالرياض الآن لا، طلعت هيئات أخرى جديدة. لازم أنه أنا لما نروح متحف أروح أخذ التصريح من وزارة الثقافة أني أنا عشان أدخل المتحف، أو أنه إذا مغلق يفتحونه لنا. بوابة الدرعية لازم أروح أزورها، بالرغم أن تراخيصنا 100% صحيحة وكذا. فهذه من الأشياء التقاطعات. في كمان بالنسبة للمرشدين نفس الشيء، كانت مو مسهلة لكن في إجراءات واضحة. الآن في ضوابط، بعض الضوابط رسومها متكررة، يعني كمحتوى
دورة محتوى ممكن يدفع فيها. إذا أنا أخذت مثلا 4 دورات محتوى حتبع لكل دورة قيمة معينة ورمز أساس أنه أكون أنا مرخص في هذا الموقع أو في هذا المعلم. هذه برضو من التقاطعات اللي تعيقنا، إن شاء الله ما يعني ما تكون تتبع إلا تتبع وزارة السياحة فقط. أيضا المستثمرين في التنظيم والإرشاد السياحي يواجهون مشكلة في تشغيل المزارات والمتاحف، يعني يروحون لها يلقون لها مقفلة بدون إشعار وبدون علم، إما الصيانة أو التصوير أو أيا كان هذا السبب، وهم يرتبون رحلات لداخل زوار داخل المملكة وخارج المملكة. لابد يكون في حل لهذه المشكلة. هناك الأمور التشغيلية، هذه التحدي والصعوبة اللي فعلا نواجهها، مش إحنا كمستثمرين، أتوقع حتى الجهات المعنية بمختلف أطيافها عندها مشكلة كبيرة في التشغيل هذا، وهذه لازم يدركوها. يعني ليس يعني من العدل في شيء أن نكون بدأنا في السياحة من 2003 إلى اليوم إحنا عندنا مشكلة نجي الموقع هذا مغلق أو غير مغلق، مفتوح أو مش مفتوح، متى مواعيد فتحه وغلقه. هذه لازم تحسم صراحة ولازم يلاقي لها حل بأسرع وقت ممكن، لأنه الآن موقفنا صعب. السعودية بدأت تعطي تأشيرات سياحية، فتحت على العالم، بدأت تقدم دعاية رائعة جدا، تصرف مئات الملايين على الإعلام وعلى التوعية بالسياحة السعودية في مختلف بلاد العالم وتستقطب الزوار، بس لما يجي ويوصل يلقى المكان مغلق، هذا صراحة صعبة جدا. هل لدينا استراتيجية واضحة للإعلام السياحي لخدمة هذا الاستثمار؟ الإعلام السياحي إعلام متخصص، إعلام يحتاج له كوادر، يحتاج له بنية تحتية، يحتاج لاستراتيجية، ومن خلال برنامجكم هذا أنا أطالب باستراتيجية للإعلام السياحي تواكب التوجه الدولة في صناعة السياحة والمقومات السياحية اللي يسخر بها بلدنا والبعد التاريخي والثقافي والتراثي الموجود عندنا. نحتاج إلى استراتيجية مشتركة ما بين وزارة الإعلام وما بين وزارة السياحة وما بين اتحاد الغرف السعودي يمثل القطاع الخاص وما بين الجمعيات المهنية اللي ظهرت لنا في الإعلام أو في الصحافة أو أي شيء له علاقة بالسياحة. الفنون هي القوة الناعمة لأي دولة في العالم ولأي استثمار. هل الفنون لدينا في السعودية تخدم السياحة؟ النقطة الضعيفة جدا في الفنون وهي أهم أنواع الفنون، الدراما والسينما، بكل أسف بعيدة جدا عن خدمة السياحة، وهي أهم مصادر الدخل وأهم مصادر الاقتصاد السعودي. السياحة والدولة أعطت في رؤية 2030 اهتمام كبير لهذا الجانب. يعني الاتراك كان عندهم نهضة في السياحة ونجحت من خلال استغلال تركيا، عرضوها كثير في السعوديين وفي الخليج، عرفوا مناطق في تركيا من خلال مسلسلات. الأمريكان نفس الشيء، الهنود في السينما الهندية بيعرضون لك أشياء في الهند، تصير تعرف أنت، أو الآن كمان الصين داخلين الموضوع، تقدر تتمشى في بكين وأنت بتتفرج مسلسل. فإحنا الدراما هي عندنا ضعيفة جدا، ولا إلى الآن مشروع شبه فاشل. يعني الدراما السعودية تعتبر من أضعف الدراما على مستوى العالم، أولا لعدم استمراريتها بشكل مناسب، ثانيا لأن 99% كلهم حاسين أنهم كلهم كوميديا وممثلين. تسطيح لشخصية السعوديين من خلال كاركترات ساذجة ما خدموا. الأهم من هذا أنهم لم ينقلوا صورة عن طبيعة المملكة ومناطق المملكة في أعمالهم. المخرجين وهذا أهم شيء أغلبهم غير سعوديين، فما يدرك هو لغة الصورة اللي إحنا المفروض نقدمها. الأهم من ذلك المسؤولين عن الدراما في التلفزيون غير مدير، يعني مدير إداري ما ليس له علاقة، إذا ما هو فنان لن يستطيع أن يدخل في التفاصيل. موسمية الأعمال كانت كل الأعمال تنعمل رمضان فقط، ورمضان ليس يعني مجال كبير انك تصور في مناطق سياحيه ومناطق جاذبه وتراثيه وتنقلها. فيعني اعيد واقول لك ان الدراما السعوديه لا زالت هي اضعف نقطه في الفنون السعوديه الى الان، ولن تتعدل يعني تعديل نهائي الا بمشروع هيئه وطنيه للدراما تقدم الدراما السعوديه للعالم. فالدراما بكل اسف هي لم تخدم حتى نفسها كدراما تنافس عالميا، فكيف انها بتخدم نقل الصورة السياحية في المملكة؟ بكل أسف يعني. طلال مداح عرف بمدن في المملكة العربية السعودية، يعني أغنية لا تلوموني في هواها عن أبها،
غنى كثير عن القصيم وعن حايل بعد حي، غنى عن سبت العلاية، غنى عن مناطق كثيرة. فطلال خدم السياحة من خلال صوته، وهذا صوت غنائي. عمل تقدم قناة الإخبارية أو أي قناة وطنية أخرى تريد المساهمة في هذا المجال، سواء اقتصادي، استثماري، اجتماعي أو حتى خدمي. تواصلنا مع وزارة السياحة وللأسف لم نجد أي تجاوب من مسؤوليها، ولم يردوا على كثيرا من أسئلتنا ومحاورنا. المستثمرين طرحوا مشاكل أيضا، اليوم في حلقتنا زي ما شفتوا طرحنا كثير المشاكل، نريد الجواب على هذه المشاكل وحلها، والأهم أنهم يواجهون المستثمرين ويحلون مشاكلهم من أجل النهوض بهذه هذا الاستثمار المهم والقوي. زي ما عودناكم في برنامج ورقة رابحة نقدم لكم فكرة استثمارية. صراحة فكرة اليوم ما هي جديدة، ولكن للأسف ما هي مفعلة بشكل جيد في المملكة العربية السعودية. في بلدان كثيرة مفعلة، وهي مزارات سياحية زراعية موسمية، يعني مثل مهرجان التمور اللي يقام في القصيم بريدة وعنيزة، ومهرجان الحمضيات الموجود في الحوطة، وأيضا مهرجان الحبوب الموجود يعني البر وغيرها الموجود في بالأسمر، ولكن للأسف ما هي مفعلة بشكل كبير. خلوني أشرح لكم الفكرة أكثر. حناخذ منطقة عسير كمثال لتطبيق هذه الفكرة، ومع كذا ما نقدر أيضا نأخذ المنطقة كاملة بمحافظاتها ومدنها، وإنما جزء منها وهي جزء السرات فقط، من أجل الاختصار وإيصال الفكرة. الشرط الأول لتطبيق هذه الفكرة بأن تكون المنتجات الزراعية المختارة للمهرجانات السياحية لها مواعيد إنتاج متوزعة ومتفرقة على جميع شهور وفصول السنة، وليس منتجات معروف عنها أنها بمحاصيل فصل واحد فقط كالصيف مثلا. المنتجات التي سنذكرها على سبيل المثال، وليس الحصر والدقة في التواريخ وأيضا مواقيت إنتاجها. نبدأ بمحافظة بلقرن، يكون لديها مهرجان الفراولة وكل ما يتعلق بهذه الفاكهة من منتجات تحويلية، ويكون موعدها في شهر 1 و2 ميلادي مثلا. ثم نذهب لمحافظة النماص، وتقدم مهرجان الكمثرى، وأيضا ما يستطيع الأهالي والمستثمرين تقديمه من منتجات تحويلية في شهري 3 و4 مثلا. ومن ثم محافظة تنومة ومهرجان العنب في شهري 5 و6. ومن ثم ننتقل لمحافظة بالأسمر ومنتجات الحبوب كالقمح والشعير والذرة وغيرها، ويكون في شهري 7 و8 بالميلادي، وهي في الأصل لديها هذا المهرجان ولكن على استحياء، ويحتاج الكثير من الدعم لأنها بجهود ذاتية من الأهالي وحققوا نجاح جيد. ومن ثم محافظة بالأحمر ومنتج الخوخ أو ما يسمى بالفركس في شهري 9 و10. كل ذلك يتم دعمه من وزارة البيئة والزراعة والمياه فيما يخص آليات الزراعة والبذور والحفاظ على هذه المزروعات وما يخص الزراعة بشكل كبير. المباني التراثية أو التراث العمراني يعتبر مصدر إلهام ثقافي وحضاري، وأيضا مورد اقتصادي استثماري سياحي لأي بلد في العالم. المملكة العربية السعودية تكاد لا يخلو منطقة من مناطقها من هذا التراث العمراني، لذا يتوجب على المنظومة السياحية بالشراكة طبعا مع القطاع الخاص والمجتمع بالاعتناء والحفاظ على هذا التراث الكبير. زميلنا عثمان بن مرشد له رأي حول هذا الموضوع، خلونا نشوف. الإرث التاريخي العمراني هو واحد من أهم عوامل جذب السياحي لأي دولة في العالم،
فعندما نأخذ لندن كنموذج فإننا نتحدث عن كاتدرائية سانت بول والتي تم إنشاؤها في عام 1708 الميلاد، وقلعة لندن الشهيرة والبارنارد كاسل والتي تم اكتمال بنائها في عام 1078 الميلاد، وأصبحت أحد المقومات السياحية التي جعلت من لندن مزاراً عالمي تجاوز عدد زائريها في عام 2018 أكثر من 40 مليون زائر، وأنفقوا أكثر من 136 مليار و350 مليون ريال. السعودية لديها معالم أكثر تاريخاً وعمقاً وحضارة في جميع مناطقها، إذا أخذنا منطقة عسير كمثال فإنها تحتضن أكثر من 4275 قرية تراثية تصل أعمارها إلى أكثر من 1000 عام، تم ترميم وإعادة تأهيل القليل منها وإنارة قرابة 70 قرية، أما ما تم استثماره فهو حوالي 2% فقط، وذلك بمجهودات شخصية وبدعم خجول من بعض المؤسسات الحكومية. كما تحتضن المنطقة أكثر من 651 موقعاً أثرياً مسجلة في السجل الوطني للآثار ناهيك عما لم يتم تسجيله، وتحتوي على الأحجار والنقوشات والرسومات التي يعود تاريخها إلى ما قبل 1500 عام، بالإضافة لامتلاكها 470 مسجداً تاريخياً بني أحدها في العام التاسع للهجرة وبني الآخر في عام 110 للهجرة، منها 100 مسجد لا زالت تقام فيها الصلوات حتى الآن. هذه القرى المنسية مصدر دخل قومي سياحي حقيقي، ولكن لن تكون كذلك إلا بعد إعادة جمالها ورونقها. وأخيراً قدمنا لكم جزء بسيط من هذا الاستثمار العملاق، وعلشان ننجح لابد أن نخطط بشكل ذكي وأن ننتج منتج بجودة عالية وأن نقدم بطريقتنا وبطبيعتنا وبثقافتنا. في حفظ الله.